النهارده قررت العب ببجي موبايل. النهارده عندنا تحدي ما اقولكمش عليه، ولا عملناه قبل كده ولا هنعمله بعد كده. هننزل في مكان، المكان ده اللي هننزل فيه قدامنا مبنى، قدامنا حركات، هنخش هنلوت قشطه، نطلع بره ما نلوتش من اي مكان تاني. الحاجات اللي جوه دي بس اللي هناخدها، بس لو جبنا خصم لمين شمال خلاص نقدر ناخد منه الخوذه اللي تشيست ندلع بيها نفسنا، تبقى حلال علينا. غير كده ممنوع. لو انا خدتها بالغلط تحذروني، تقولي خلي بالك يا ابو لذيذ انت خسرت في التحدي. فتشجعكم باللايكات، ها المستوى بدا يتحسن يعني، بس يعني سيبكم من الموتات اللي متاه قبل كده، ان شاء الله في تحسن وكده. ما تنساش بقى لايك، وخلينا نخش اول طحنه. بس نسيت عندنا 5 محاولات يا جدعان. ماشي 5 محاولات عشان اوكي. يلا ابو لذيذ المعركة دي معركتك. بقول لكم ايه، انا عايز اسخن قبل ما ننزل، في تسخينة كده على السريع. فين 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 يا جنى يا جنى يا جنى؟ والله حتى الرقصة مش هينة تتعمل. احنا قدها ان شاء الله، ان شاء الله من اول مرة. عايزين ننزل في الباور، بس المسافة ايه رأيكم؟ اعتقد نقدر نوصل بسرعة صح؟ بقول لكم ايه، انا عايز اقلق، عايز اقلق في السيرفر، اجيب كده 20 30 40 50 كيل. ايوه ننزل بهنا سريع سريع. ابو لذيذ ماسك الطياره اهو يا معلم. يلا اوديكم على اللوبي، ايه ما انا اللي هروح على اللوبي حسب بقى ما نشوف الكميه اللي نازله. يلا كده كده لنا 5 محاولات. يلا خد تعالى هنا. بس في حاجه مهمه، لو احنا دخلنا البيت ولوتنا من حقنا لو حد فنشناه ناخد منه مثلا الخوذه التشيست، او ما ناخدش منه حاجه. هنشوف. والله البيت ده حلو كبير، ولا التاني كان اكبر اللي دخلني هنا؟ معلش اي حاجه بس اللي دخلني هنا. حبيب قلبي ده انت نازل في المكان الصح يا ابو اللذيذ، ما شاء الله عليك مركز واسطوري كده. ايه مش سامع صوت رجلين؟ والله في واحد قاعد بيستهبل ولا قاعد بيحبي ده ولا ايه؟ اتسخط دلوقتي بقى انه صغير اول ما ينزل يشوف الوحش ده. شنطه، قالوا خدنا شنطه المدرسه. يلا اكتب حالك. ايه ده ايه ده حماده؟ واحده واحده يا ابو حميد. ايه يا عم هدي اعضائك شويه. ناخد حاجه سخن. ها عايز اروح اللوبي بسرعه. مستعجل على رزق. يلا ما تهدى بقى، اهدى بلاش قله ادب. مش مالين عينيك احنا ولا ايه؟ على خش علي بوش علي على شاله. خليها علبه كفته والله. اللي هو لا اتحذف من الخريطه. طب قلت لك ما تنحرفش. ايه فين الشقي بقى ده؟ ايه تعالى حماد. اللجلجة دي ولا انت بتتفهمش في ايه؟ الكلام على ايه؟ مشكلة يا جدعان، الولد اللي بيبقى ملجلج بيمشي قدام يمشي ورا. المرسيدير يرجع، انتبه من فضلك، السيارة ترجع إلى الخلف. البيت اللي هنا قشطة. واحد سرق عربية. حرامي روح امسك يا حرامي، انا عايز الاول بس وبعد كده انزل لك يا وحش. كله بالصبر. ولا خلعها. والله اخد العربيه لك ايش وجع قلب. قال لك ده عنا فيخ اخلع انا افرد بجلدي. وفين السوسه الثانيه؟ البيت اللي قدامي. ها البوتات بيتعاركوا مع بعض، سيبوهم يا جدعان ياكلوا عيش. شفت واحد الله يرحمه. ايه يا بوت استهبلش. انا انت عامل قلق؟ الله عامل قلق ومش رايحني بيني وبينك، مطمن لك خالص. بينك يخرب عقلك، ارمي قنابل. يبوش عليا. ها الله اكبر، في اتنين. في اتنين زي العنب. الولد التاني طالع لي. ها فينك يا صاحبي؟ على التوتر اللي انا فيه. ايه البدايه السوداء دي؟
لا 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 عيب عليك الله احنا الاساطير لازم نفوز في التحدي. ايه رايكم في التدشين؟ يخرب عقلك كل دي سكوتات انت رايم الجيم كلها ماشي بيها ولا ايه؟ اشقي ناخد بقى ونكركر زي ما احنا عايزين. الام فور حط السكوب. اهدى يا صاحبي اهدى يا صاحبي في ضرب دلوقتي. اهدى واحده واحده ولا اللي ورا سخن قوي. اهدى يا عم قاعد انت في الفرن ولا ايه؟ الجو بس اهدى بعد كده نخش ندش عليك. في حد ناوي تاني يطلع؟ ده الوضع بقى هادي الحمد لله. افوز في التحدي ولا لا يا جدعان؟ ادعموا بالنزل باذن الله يقف باذن الله نفوز. معايا الطاسه؟ اه والله. اديك على قفاك. في واحد ورا غدار ها؟ قاعد يستهبل في الريد زون. فين يا صاحبي؟ يركب العربية. بيبش بالعربية. تعالى سامعني ولا مش سامع ولا ايه؟ ما عامل فيها اطرش. ايه عمال يتفسح. في واحد ضرب هناك عليه من البيت اللي هناك. ايه يا ابني قنابل الدخان اللي انت حادفها دي كلها هو فين اساسا؟ في واحد ما عند قنابل الدخان دي مكمبر. اوكي. لو انا اطلع له من فوق. ايه ده؟ حبيبي انت بتشوف الجو عندك الدنيا ساعة ولا لا؟ يلا عيب يلا عيب عيب يا قليل الادب. تاخد الابره في وسط واحد. طب خدها كده في الدره. ايه قاعد بص بيعمل لي كده ايه يا اوكي ابو عربيه جه. تعالى العربيه انا تاخد الابره انت كمان بس انت تاخدها في العضل بقى يا صاحبي. تعالى تعالى يلا داخل. اوكي حركه محترفين دايما نور. تعالى واجه ابو اللذيذ معلش. اوكي معايا اوكي مكمبر بالعربيه. طب ده لعبه يا صاحبي. بس انا حاسس براحه لو بقى صندوق رنجه. كابتن اللي جاي ده هيبش ولا ايه الكلام؟ نهوشه كده بقنبله الدخان. اللي يطلع بقى اطلع يا جبان. السلاح ما بتغيرش والله. تقريبا عندي رج. داخل ها داخل البيت يخرب عقلك. اه علوبه بطاطس. شوف انت هذه الفرصه ازاي الغدار يعني للقلب الحكايه. والجيم كلها اتجمعت هنا ولا يا جدعان؟ واحد تاني طالع. اهدى يا صاحبي بقى. قلت لك اهدى يا صاحبي ما تبصش عليا. انت دماغك ناشفة اللي ده ابو عربية ده. اعوذ بالله. قلت لك اهدى يا صاحبي. بالله زليز. بس ايه رايكم؟ ودني بتسمع دبة النملة دلوقتي. دي من شمال معاها حركات. اعوذ بالله ايه البشة دي؟ يا عم اهدى انت كمان في واحد ورايا هنا. ايه ده حماده جاي لك صبرك بس انت مستعجل ها؟ في واحد تاني ها؟ هو في ايه يا جماعه؟ استنى بس يا صاحبي شوف هنا ايه؟ فكك نشوف بس السكوب معانا. تقريبا انا معايا سكوب. والله فقدت الذاكره. ما ينفعش ناخد اسلحه ها؟ ممنوع 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 الاقتراب او التصوير. ده انا بطاطس روح. في واحد ورايا ها؟ فينه بقى؟ ده انا مش عارف هو فين بس. ايه ده اوكي تسعه. الله عليك يا ابو هتجيبها ولا ايه؟ دعواتكم والله. عايزين بس نروح نجيب العربيه من اخينا اللي كان هناك. ننزل. ايه ده لا 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 ايوه الحمد لله.
ولا بقى كان راكن العربيه هنا. ما اعتقدش ده هو لسه موجود، ده اللي جبته اللي كان لابس خوذه ثلاثه. ركز ركز. في واحد راح فيه الله يرحمه. فين الوحش اللي كان راكن؟ ايوه ايه العربيه هي يا معلم. قياده حرك فكك بقى من ولا اللي فوق الجبل ده اللي قاعد مستهبل. ننطلق للعالميه. قدرنا نشوف الله عليك، نخش في الزون كده ونتدلع براحتنا. شفنا لنا بيت كده ما ينفعش اللاوت نكمبر فيه شويه اول ما اصحابنا ما يجوا. فيه في دروب والله، في دروب فرصه. ايه ده خلصت بنزين؟ ما شاء الله يا شيخ انت ماشي تتسحبي. بوستات 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 بوستات. دروب راح فين يا جدعان؟ الله يا العاصفه اخرت البتاع. ماشي فكك امشي من هنا. سمع صوت رجلين هنا. ها سمعت صوت رجلين؟ شفت شفت رجلين. كان على طرف الزون والله. شكله هيعرفنا والله. يا هلا انت فين؟ فين انت معاك ايه؟ ده مسدس خرس ده ولا ايه؟ يا صاحبي ده مسدس خرس ده نتهاية ولا ايه؟ يا رب نطلع على الخمسة الأوائل. اه شفت واحد. واحد تاني ورايا فكك منه. اه خلينا بس نشوف ايه الكلام في الزون. قشطه والله ما عارف ده كان بوت ولا كان بني ادم ولا واحد بيستابل ولا كان لسه واخد الابره وجاي. والله كان شكله عايز الابره الولا الشقي. حلو ولا الكاتم ولا ده اسمه ايه؟ خش يا عم. بكام الكاتم ده؟ انا شاري جدعان ميديك. قشطه ماشي عندنا واحده. عايزين نلوت الورق السوسه اللي عمال يضرب بالكاتم ده. الله اقول لكم انا في اسوء. ده العيال شغاله بتطحن في بعض، هننط في بعض ولا انا ما اتحرك. الولا يخرب عقله بالكاتم شغال قاعد مكمبر وشغال. واحده واحده اقول لكم على حاجه، انا همشي احسن من هنا. هتحرك بعيد شويه نخش في المعمعة اللي جوه دي عند صخرة كده ولا حاجة. نخش ونتدلع شوية. ايه ده؟ تلاتة؟ هتعملها يا وحش ولا ايه؟ ايدي على ودنك والله. يا سلام. وقت اللي حد مكبر في البيوت. في حد ولا ايه الكلام؟ اه في صوت رجلين. يا بوت يالا انت بوت ولا انس ولا جن؟ تفهمش ايه ده؟ ايه ده بس الاول؟ ناخد الكلام. يلا اتحرك. حلو حلو زي العنب. نهدى كده شويه. خلاص اخر اتنين يا جدعان. اخر اتنين. واحد راح حادف عليها قنبله. يلا عايز اخلص التحدي. اه يا رب يا رب. لغايه دلوقتي ماشيين زي الفل. الولا مكمبر تحت البيت. ها هلسي 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 عليك يا وحش. عملتها ازاي يا نوب؟ والله ما ناخد بس طلقتنا. حرك عشان الزون ربنا يستر. ايه سمعت الولا؟ يا رب يا رب افوز. دعواتكم يا جدعان. كيف البيت اللي في وشي؟ قاعد مكمبر السوس. ده بوت ده يخرب عليك. بالطاسة بالطاسة يا ابو اللجليك. تعال والله تعال والله اتغير. انا بكسب التحدي بالطاسة يا كابتن. لحظة واحدة بس خليك محترم. يالا يالا رش الشباب. ايوه ايوه التحديات يا ابو اللجليك. والله كان جيم. يلا 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 نديها واحدة كده كلنا احنا قاعدين
لايكاتنا وراساتنا. جود جيم جود جيم كم 11 كل والله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. ايه اخ يا سلام لما تخش سولو يا وحش والله بتروق العيال. جود جيم سلام حاسس براحه نفسيه والله بقول 5 مرات الحمد لله الوحش خلصها من اول مره. طبعا يا جماعه انا عارف لحد هنا فعجبكم الفيديو تنسوا اسباب اللايك واتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه لو انت لسه جديد معانا. التحديات بقى اللي جايه اكتبها لي انتوا في التعليقات بس ربنا يستر. واحده عليا انا لسه خنن والله بس استاهل الحمد لله حاسس على الاول كتير عايز تحديات صعبه بس مش قوي. ها شوفكم بقى جاي فيديو جديد مع ايست يوجي. يلا سلام.